مشاهدينا الموظفون لا يرغبون بالعودة إلى المكاتب العمل بعادل. هذا ما تؤكده التقارير الأخيرة المنتشرة في جهات التوظيف العالمية، فالكثير من الموظفين يخشون خسارة الميزات التي تمتعوا بها خلال عام ونصف من العمل المنزلي الذي غير الكثير من عادات ممارسة العمل، وزاد طبعا من فرصة الاسترخاء المنزلي أثناء ساعات الدوام، وهي التي لا يمكن أن يتمتع بها الموظف في شركته. الزميل رافي بوخصين معه بعض التفاصيل. أهلا بكم. بعد عام ونصف عاش فيها العالم تجربة العمل عن بعد، أصبحت التجربة خيارا مطروحا بل مرغوبا عند الكثير من الموظفين، والأسباب متعددة. واللقاح وصل إلى مراحل متطورة رغم استمرار ظهور المتحورات، ليرى العالم من جديد ضرورة العودة إلى المكاتب. إلا أن الأمر كما يبدو لا سيما هنا في الولايات المتحدة ليس بمتناول الجميع، ما شكل معضلة جديدة تواجه أرباب العمل وأصحاب الشركات الكبرى عالمياً التي تمتلك آلاف الموظفين في سبيل إقناع موظفيها بضرورة العودة إلى مكاتب العمل. فطرحت حلولاً، بل إن صح التعبير حيلاً، لإجبار الموظفين على العودة، أبرزها فيسبوك وتويتر، والتي عملت على خفض رواتب العمال عن بعد. واتبعت جوجل نفس الطريقة مع موظفيها الذين قرروا العمل عن بعد وفي منازلهم لتصل نسبة الخفض 10% تقريباً. ويعتقد خبراء أن العائدين إلى مكاتبهم في هذه الأيام سيكون لهم ميزات أكثر عن الموظفين الذين فضلوا منازلهم على المدى الطويل، وستصبح فرصهم أكبر في استمرارهم بشركاتهم، حيث ستزيد ثقة أرباب العمل فيهم فيما يسمى اصطلاحاً بعلاقات العمل المتينة. فالبعيد عن العين بعيد عن القلب. رافي بوغصيان، العربية، كاليفورنيا. لينكدين أجرت مسحاً حول العمل في المكاتب. 25% من الموظفين الخاضعين للمسح قالوا أنهم لا يرغبون بالعودة إلى العمل في المكاتب. 34% فقط من الموظفين والعمال وافقوا على العودة وأبدوا استعداداً لذلك. الذين عادوا إلى العمل فعلاً طلب نحو 30% منهم جدولاً مختلطاً للعمل بدوام جزئي في المكتب وإنجاز ما تبقى في المنزل، في حين أن 16% من الموظفين والعمال بدأوا بالبحث عن وظيفة جديدة تضمن لهم العمل عن بعد. للمزيد تنضم إلينا من عمان الدكتورة رولا بزادوغ، مختصة في الهندسة البشرية. دكتورة رولا، صباح الخير. صباح الخير. صباح النور، يعطيكم العافية. اليوم يعني هناك الكثير، أو خلينا نقول ما بعد كورونا، الناس تغيرت نظرتها إلى العمل. البعض يرى من أنه قد تكون إنتاجيته في البيت أكثر من إنتاجيته في العمل. الشركات اليوم خيارها بين الترغيب أو الترهيب، أيهما ترين أنه الأنجع؟ هلأ هو المفروض أنه الترغيب طبعا وليس الترهيب، لأنه بالمرحلة اللي مرقناها بفترة الكورونا هي كانت درس للجميع أنه التكنولوجيا صارت يعني شيء ضروري وحاجة ماسة، بطل إشي رفاهية، أو ممكن في أشخاص مثلا يعرفوا هذا الشيء أو يستخدموه أو ما يستخدموه، بطل خيار، صار إشي المفروض أنه الأشخاص تتعامل فيه. فهذا بساعدنا جدا وبساعد الشركات الكبرى وجميع أنواع الشركات
الشركات حتى انها يعني تخلي موضوع العمل عن بعد هو الاساس، او العمل الهايبريد اللي هو ممكن يكون المدمج اللي هو عمل جزئي بخلال المكتب من مكان العمل اللي المفروض التواجد فيه فيزيكلي، ومن المنزل او من اي مكان. فترتبط الاشياء اللي المفروض الانسان يشتغلها باهداف معينه، باشياء معينه المفروض انه يعملها، مش باداء الموظف بوجوده 8 ساعات او 9 ساعات في مكان معين. طيب دكتوره، يعني في شركات تحترم بانه هنالك كورونا وهنالك وضع خاص يجب احترامه حتى انتهاء هذه الازمه، وهنالك شركات مصره على اعاده موظفيها الى العمل من داخل المكتب، كيف يمكن اقناع هؤلاء بانه نحن نمر بجائحه وانه الموظفين غير مرتاحين؟ هلأ هي الجائحة شيء لا يعني موجود، لسه موجود في العالم والناس لسه عم بتتأذى جدا منه. هلأ غير موضوع الجائحة، يفترض أنه إحنا هلأ مؤهلين لنقدر نواكب يعني نحكي الإنسانيات الرقمية وأدوات إدارة المستقبل. فطالما عم نحكي أنه إدارة أدوات مستقبل، معناته أنه إحنا بنقدر نشتغل من أي مكان موجودين فيه بالعالم، إن كان في مكتب، إن كان في منزل، إن كان على الطريق مثلا من المنزل إلى المكتب. في أشياء بتساعدنا، في تطبيقات بتساعدنا، في علوم بتساعدنا بهذا الموضوع. فلا مش مفروض أنه إحنا نوقف الأشياء تبعتنا، أو أنه هذا الموظف بيقدر يشتغل وأداؤه جيد إن كان موجود في مكان عمله، أما إذا كان في مكان تاني ما بيقدر يعمل هذه الوظيفة أو الأشياء المطلوبة منه. فنقنعهم بأنه تكلفة العمل يعني من المنزل أو من المكان اللي الإنسان بيرتاح فيه رح تكون يعني أفضل بشكل كتير كبير إذا قدر الإنسان أنه يساعد الموظف أنه يشتغلها بأي مكان. يعني راحته النفسية، راحته الجسدية راح تساعده أنه يوصل للأهداف تبعت المؤسسة وأهدافه الشخصية بطريقة أفضل. غير هيك كمان موضوع التكنولوجيا جدا مهم. التكنولوجيا اليوم والعالم الرقمي بيساعد جدا، والتسارع اللي عم بصير فيه كمان، والوظائف عم تحتاج كومبتنسيز عالية، يعني بتحتاج خلينا نحكي مهارات عالية جدا. هاي المهارات مش بالضرورة إنها تكون بمكان العمل أو إنه مثلاً بدوام معين وملزم بهذا المكان، ولكن هي كيف إحنا بنقدر إنه تؤدبت أو إنه نتبنى الأفكار الجديدة، المعلومات الجديدة، ونضلنا على قمة العلم والمعرفة. طيب. بهاي التكنولوجيا وأدوات إدارة المستقبل لنقدر إنه نوصل للأهداف تبعتنا بطريقة صحيحة كأفراد وشركات. طيب دكتورة رولا، اليوم يعني إذا ما تحدثنا مع من كانوا يعملون من المنزل، الكثير منهم كانوا يقولون من أن العمل من المنزل مضاعف عن العمل في المكتب، على الأقل في المكتب في ساعات محددة للدوام، لكن بالمنزل تكون أكثر. هل نحن لدينا هذه الثقافة العمل عن بعد؟ هلا بالبداية خلينا نحكي، أول بداية الجائحة ما كان عندنا هاي الثقافة، ولا حتى كان عندنا كشركات، ولا كان عندنا الجاهزية كشركات، ولا القدرة على إنه كشركات حتى كشركات ما كانت موجودة هاي الثقافة نهائيا. هاي انفرضت علينا فرض بسبب الجائحة، ولكن بعد هاي الفترة خلينا نحكي سنة سنة ونص صارت موجودة كثقافة، وصارت موجودة كأداة للعمل، وفي تطور صار على الموظفين وعلى الشركات إنه كيف ممكن إنهم يوصلوا لأهدافهم حتى عن بالعمل عن بعد. يعني بطل هذا الشيء هو يعني ممكن هلأ بسبب الجائحة إحنا تعاملنا فيه، ولكن في المستقبل القريب وبسبب التكنولوجيا والتسارع اللي عم بصير فيها العظيم هذا، إنه رح نوصل لمكان نحكي إنه شو في داعي للأماكن اللي إحنا ممكن نتواجد فيها. إحنا بنقدر نشتغل طبعا لبعض الوظائف وأغلبها، خليني أحكي مش بس بعضها بشكل بسيط، لأنه كل ما عم بتقدم فينا العلم كل ما عم نوصل لمكان إنه بتصير الأشياء أسهل علينا. طيب دكتورة عفوا على المقاطعة، ولكن بكثير من استطلاعات الرأي اللي اطلعت عليها، أغلبية الأشخاص الذين يفضلون المرونة بالعمل سيتوجهون إلى الاستقالة من العمل في حال أصرت الشركة على عودتهم للمنزل أو عودتهم إلى المكتب فعليا. شو بتنصحيهم بهذه الحالة؟ صحيح،
بنصحهم أول إشي الاستقالة بدون أن منكون عارفين طريق آخر أو وجود طريق آخر يعني لإلنا، الأفضل إنه لا. ولكن اللي بدهم يستقيلوا عشان هاي طبيعة العمل، فهم عارفين وين الدنيا عم بتروح، يعني وين العالم عم بيتجه. إحنا اليوم اتجاه العالم للتكنولوجيا وإدارة أدوات المستقبل، لما بنحكي هذا الحكي معناته إنه إحنا بنحكي في توجه كامل، إن كان في طريقة التفكير أو إن كان في التعامل مع الأمور الحياتية ومن ضمنها المهنة والعمل. فهذا الحكي بخلينا نجهز حالنا ونتوجه للعمل عن بعد. فهذا العمل عن بعد هو فعليا لما الناس يعني توصل لمرحلة إنها بدها تستقيل، فهي بتكون عارفة إنه في توجه كتير عظيم بالعالم للعمل عن بعد وإدارة أدوات المستقبل، بتكون هي يعني متمرسة على هاي الأدوات. فهذا شيء إيجابي، سلبي نوعا ما لبعض الشركات، ولكنه إيجابي للفرد كفرد بمكان بطريقة عمله، أو خلينا نحكي بالكارير باث تبعه. شكرا للدكتورة رولا بزادوغ، مختصة في الهندسة البشرية. شكرا جزيلا.